لايت اميليشن، الضوء في الأرض. الضوء طلاب كل ما يعرف مجموعة فوتونات، بعض الفوتونات تمام. العالم أينشتاين وصفه أنه أما كويف موجة أو عاملة كبارتيكل كجسيم. فهنا إن شاء الله راح ناخذ مجموعة من الخصائص، من يمتلك خصائص مهمة بروبرتيز. الخصائص هاي تكون أو ذو فائدة حتى نستعملها. أول خاصية له إنه سرعة الضوء speed of light change when it go from one material to another، معناه إنه سرعة الضوء كلها تتغير اعتمادا من مادة إلى أخرى، إنه حسب المادة كذلك حسب الوسط تنتقل به. مثلا الضوء إذا انتقل بالصلب أو بالسائل أو بالغاز فكذلك راح سرعته تتغير، كذلك سرعة الضوء تختلف من مادة إلى أخرى. Ratio of speed of light in vacuum to its speed in the given material is called index of reflection. هذا تعريف شنو معناه طلاب؟ يعرفونه معامل الانكسار index of reflection. شو معنى معامل الانكسار؟ انه كل مادة لها معامل انكسار يختلف عن الثانية، كل مادة لها معامل انكسار تختلف عن الثانية. شو تعريف معنى معامل الانكسار؟ النسبة بين سرعة الضوء بالفراغ الفاكيوم إلى سرعة الضوء بالمادة المعطى أو أي مادة راح أخذ لها معامل انكسار مالتها، فأقسم سرعة الضوء الثابتة اللي هي الفراغ إلى سرعة الضوء للمادة المعطى. فسرعة الضوء هسه مثل ما عرفنا إنه تتغير اعتمادا على المادة واعتمادا على الوسط. ثانيا خاصية ثانية تميز بها الضوء فيها both as wave and as particle، انه الضوء يمتلك او يسلك سلوكين يعاملونه كموجه ويعاملونه كجسيم. وهذا السبب انه فسر لنا هواي ظواهر كانوا يعاملونه انه فقط كموجه او كان البعض يفرض انه بس جسيم، لكن في جاء الحديثه انه العالم اينشتاين فرض انه الضوء يسلك سلوكين، اما سلوك موجي نعامله كموجة او سلوك ديني بارتيكل ونعامله كجسم. فاذا كموجة طلاب اذا عملناه كويف فهذا شنو ينتج لي؟ ينتج لي تداخل وديفراكشن حيود. فاذا اعتبرناه كموجة فراح ينتج لي شيئين، اما ديفراكشن حيود او انترفيرنس او تداخل. فانا راح افسر الضوء انه له خاصيتين، خاصيه الحيود خاصيه التداخل. هذا يكون minor importance in medicine. التداخل والحيود طلاب يكون الاهميه مالته ثانويه بالطب، يعني مو اهميه رئيسيه استفدنا منها بالطب. اذا عملنا بارتيكل كجسيم فالجسيم طلاب معناه انه راح absorb by single molecule، انه راح يمتص بواسطة الجزيئة المفردة. احنا الضوء فعلنا طلاب انه راح الجسم يمتص، اذا امتص الجسم فمعناه راح يدخل انه راح يولد الحرارة، اذا ولد الحرارة فمعناه انه راح يسخن الاجزاء الداخلية، اذا سخنها ممكن اقدر اعالج به. فاذا عاملنا كبارتيكول فمعناه انه absorb راح يمتص بواسطة الجزيئات الجسم المفرد. إذا الفوتون الضوء امتص راح تظهر الطاقة مالته طلاب على شكل أشكال مختلفة، على شكل طاقات مختلفة أو طرق مختلفة. إن شاء الله راح نوضح شلون راح يمتص وراح شنو العمليات راح تصير. عندما الضوء إذا امتص طلاب أرجوك داخل الجسم، فإنه بصورة عامة طلاب سوف يظهر هذا الامتصاص للضوء على شكل هيت حرارة. إذا امتص امتصاص الجسم فراح يظهر على شكل هيت، معناه انه حرارة، إذا حرارة معناه انه سخن الأجزاء الداخلية للجسم. هذه الخاصية هي الأساس المستعملة بالطب اللي هي تقنية الـ IR، IR light. الـ IR
لايت انه ضوء هو الاي ار يعتبر ضوء، نحن قلنا الضوء ينقسم الى عده اشياء، الى ضوء مرئي والى اي ار والى يو في. المرئي معناها نشوفه، الاي ار اللي هي نستخدمها حتى نسخن بها الاجزاء. فالاي ار تو هيت تشو حتى تسخني الاسج. هاي الخاصية انه الضوء اذا امتصته الجسم فمعناها انه راح يظهر على شكل هيت حرارة. فهذه بروبرتي، هذه الخاصية هي الاساس المستعمل بالطب لتقنية الاي ار حتى تسخني الانسجة. هذه الخاصية شو يسموها طلاب؟ فلورسنس. فلورسنس معناها التألق. التألق شو معناها؟ انه الحرارة راح تتحول على شكل الضوء راح يتحول على شكل حرارة يمتص الجسم. نمبر 4 والخاصية الرابعة انه بعض الاحيان sometimes light photon is absorbed lower energy light photon is emitted. معناها يا طلاب انه ضوء الفوتون، انه الضوء عبارة عن فوتونات، كم من الطاقة عن الفوتون انه كم من الطاقة. فمنين يمتص هذا الكم من الطاقة؟ فممكن انه يبعث لي ضوء اخر، فوتون اخر. الفوتون الاخر اللي هو يكون ضغطه اقل، تمام؟ فممكن انه افسرها معناها انه ليزر. ليزر شنو فكرته طلاب؟ انه يسقط فوتون اللي هو معناها ضوء على مادته، راح يظهر لي فوتون ثاني اللي هو ضوء الليزر. فمعنى الضوء انه فوتونات كم من الطاقه. فالنقطه الرابعه sometimes when light photon is absorbed lower energy light photon is emitted. انه بعض الاحيان اذا سقط او امتص فوتون ضوئي فمعناه ممكن انه يتولد لي فوتون ثاني. نمبر 5 الخاصيه الخامسه، الضوء ممكن ريفلكتد ينعكس to some extent from all surfaces. هاي شو يسمونها التقنيه اندوسكوب اللي هي تقنيه الناظور. ناظور انه ممكن الضوء ينعكس ضوء بخاصيه طلاب اللي هي الانعكاس. الانعكاس ممكن استفاد من عده بالطب حتى اصور الاجزاء الداخليه او اشوف الاجزاء الداخليه. فالتقنيه استخدم بها الضوء حتى ينعكس يسمونها الناظور. الناظور انه استخدم ضوء داخل انبوبه اللي هو الناظور راح ينعكس الضوء داخل الاجزاء راح ممكن انا اشوف. النقطه الخامسه انه الضوء ينعكس على جميع الاسطح او على كل الاسطح اللي هي تقنيه الاندوسكوب معناها الناظور. فالآن بصورة عامة انه خمس خصائص للضوء، انه نمبر 1 انه الضوء سرعة تتغير اعتمادا على المادة راح يسير بيها. نمبر 2 انه الضوء فسره اما موجة او جسيم، اذا كموجة عاملنا فمعناه انه راح يعاني تداخل ويعاني حيود، وهذا شيء غير مهم بالطب. اذا عملنا كبارتيكل كجسيم فمعناها انه راح يمتص، واذا امتص الجسم معناها راح يولد لي حراره وراح تظهر طاقه اللي هي الحراريه او عده اشكال من الطاقه. نمبر 3 انه اذا امتص فمعناها انه راح تظهر على شكل طاقه اللي هي تفسر تقنيه الاي ار انه شلون تصير بالجسم اللي هي تسمون تقنيه الفلوره فلورسنس او التالق. نمبر 4 اللي هي يتكلم حول الليزر، انه بعض المرات اذا امتص الفوتون فوتون الضوء فممكن هذا الفوتون اللي امتصه ممكن انه يتحول الى فوتون ثاني منبعث اللي هي تقنيه الليزر. ممكن الضوء اسوي ليزر. نمبر 5 انه الضوء ممكن ينعكس واستفاد من عدها بالاندوسكوب اللي هي النظر. هذا طلع مخطط بين الرينشيب بين طول الموجي هذه الجهه والطيف الموجات الكهرومغناطيسيه. طبعا الضوء هو فوتونات مثل ما قلنا. الضوء معناه عباره عن موجات كهرومغناطيسيه الكتريك ماجنتيك. فهنا علاقه بين طول الموجي ويف لينث وبين الطاقه. طبعا قلنا اخذنا المحاضره السابقه قلنا اكو علاقه عكسيه بين الطول الموجي والطاقة، وعلاقة طردية بين الطاقة والتردد. فهنا علاقة عكسية بين هذا الطول الموجي وبين الانيرجي بير فوتون معناها الضوء، لأن قلنا الضوء عبارة عن فوتونز.
هنا طلع هذا الضوء عندي الطاقة مالتي. في أول شيء هاي المنطقة اللي هي الفيزبل الضوء المرئي، يعني الضوء اللي نشوفه. احنا قلنا الضوء بعدة أشياء مو فقط الضوء المرئي، فهاي المنطقة طلع الضوء المرئي. الطول الموجي الضوء المرئي 10 أس سالب 6، طاقة ما تكون 1 إلكترون فولت. هذه الطلاب شوف هنا اتجاه الأسفل معناها أنه يقل، ومعناها أن الطاقة شبيه تزداد. فهذا الضوء المرئي الفيزبل، الضوء اللي نشوفه الأعلى من الضوء طاقته أعلى، طاقته بعد منها أعلى اللي هو اليو في أترا فاليوت، الأشعة فوق البنفسجية تكون طاقته أعلى من الضوء المرئي. شو يكون طول الموج مالته أقل، أعلى من اليو في اللي تكون طاقتها أعلى اللي هي الأكس راي الأشعة السينية، الأشعة السينية تكون طاقتها أعلى، هاي طاقتها تكون بالواحد كيلو إلكترون فولت. أما طول الموج تلقائيا راح يكون أقل. أعلى شيء طلاب بالفوتونات اللي هي معناها بالضوء، عندنا أعلى من الأكس راي الجاما راي، أخذناها محاضرة الطب النووي، قلنا الجاما طاقتها جدا عالية هي 1 جيجا إلكترون فولت. أما طول هالموجي 10 أس سالب 16 أو 14. فأعلى طاقة عندي بالضوء بالفوتونات اللي هي أشعة الجاما، طاقتها 1 جيجا إلكترون فولت. الجيجا معناها 10 أس 9، الميجا 10 أس 6 معناها 1 مليار إلكترون فولت. جيجا معناها مليار، الميجا معناها مليون، كيلو معناها 1000. فأعلى طاقة عندي بالفوتونات اللي هي الجاما، الأقل من طاقة الأكس راي الأشعة السينية، هاي ناخذ الأشعة للعظام، أقل من عدها اليوفي. طبعا كلهم ما نقدر نشوفهم، العين ما تتحسس اليوفي. بعد اليوفي الضوء اللي نشوفه اللي هو الفيزبل، الآن نأتي إلى الأقل من الضوء المرئي، طاقته أقل. هذه طلاب هاي المنطقة طاقتها أقل. أول شيء جو اليوفي طلاب الـ IR انفراريد، IR تكون طاقتها قليلة بالسالب 10 أس سالب 3 إلكترون فولت، أما طول هالموجي أكبر، أما طول هالموجي يكون أكبر. أقل من الآي آر طلاب اللي هي موجات الراديوية القصيرة والموجات الراديوية الكبيرة، يسمونها برودكاست. برودكاست معناها الإذاعة، يعني الموجات الإذاعية أو التلفزيونية. فأقل من الآي آر عند الموجات تكون طاقتها قليلة، لذلك الموجات الراديو ما تأثر علينا. ليش؟ لأن طاقتها قليلة. فأنا عندي موجات راديوية شورت، موجات راديوية لونج قصيرة وطويلة. فالقصيرة طلاب تكون طاقة أقل 10 أس سالب 6، أما طول هالموجي اللي هو 1 معناها أكبر. اللونج تكون طاقة 10 أس سالب 12 إلكترون فولت، يعني بالبيكو إلكترون فولت. هنا بالنانو 10 أس سالب 9 إلكترون فولت بالنانو. أما طاقة شوف طول هالموجي، لذلك يتصل لمسافات بعيدة الموجات الراديوية، طول الموج قد 10 أس 2 معناها 1000 بالمية تقريبا، هنا بال 10000 طول الموج مالته، هنا مليون طول الموج مالته. فهنا تكون طول الموج كبير وطاقته قليلة، لذلك يتصل الموجات الراديوية إلى مسافات بعيدة بسبب أن طول الموج كبير. فيطلع رسم يوضح لي الفوتونات الضوء، فوتونات الضوء اللي احنا اخذنا كنا الجاما هي عبارة عن فوتونات، وراها يجي الاكس راي طاقة عالية الجاما بعد اقل من طاقة الاكس راي، بعد اليوفي، بعد الفيزبل الضوء المرئي اللي نشوفه، الاقل من عند الانفراريد الاي ار، بعد الموجات الراديوية. قلنا ان الطاقة عكسها طول الموج. الان راح نتكلم حول الليزر Light Reflection by Simulated Emission of Radiation. كلمة ليزر طلاب معناها الـ L معناها Light، الـ A معناها Reflection، الـ S معناها Simulated، الـ E معناها Emission، والـ R Radiation. ترجمة طلاب تضخيم الضوء Reflection Light، تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث المحفز، بواسطة الانبعاث المحفز. الانبعاث المحفز شنو معناه طلاب؟ عندنا انبعاث محفز وانبعاث تلقائي.
الآن راح نتكلم شلون راح يتولد الليزر. في 1917 postulated أينشتاين. أينشتاين اقترح أو افترض فرضية بعدين ثبتوها. مثل ما نعرف الفيزياء، الفيزياء تعتمد على فرضية بعدها التطبيق العملي. فإذا فرضها ثبتها رياضيا بعدين تحتاج إلى تطبيق عملي. فإذا ثبت رياضيا تسمى فرضية متحققة، بعدين إذا برهنها فتعتبر نظرية كاملة. فافترض الطلاب بالبداية أنه الفوتون الساقط، إذا عندي فوتون يعني ضوء أسقط على مادة، ثم راح أسقط على مادة طلاب المادة اللي تتكون من ذرات، ذرات شنو بداخلها؟ إلكترونات. هذا الفوتون الساقط راح يتفاعل ويا المادة راح يسقط عليها. فمن راح يتفاعل وياها؟ راح يتفاعل مع الإلكترونات مالتها. فمن راح يتفاعلها؟ راح الإلكترون راح يثيرها وراح يثير الذرات الموجودة بالمادة هذه. فإذا ثار الذرة طلاب فالذرة تصبح مثارة. إذا أصبحت مثارة معناها أنه لازم تستقر. فالإلكترونات اللي داخلها راح تصير انتقالات، تنتقل من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أوطى. بالبداية المستوى الطاقة الأول تنتقل إلى المستوى الطاقة الثالث. المستوى الطاقة الثالث تنزل إلى المستوى الطاقة الثاني، ثم تنزل إلى المستوى الطاقة الأخير. إذا صعد الطلاب الإلكترونات مستوى طاقة أعلى، تمام، فراح تنزل مستوى الطاقة أوطى اللي هو الثاني، فصار انبعاث تلقائي. بعد في من راح تنزل مستوى طاقة حتى لازم تستقر، فمن راح تنزل ثاني مرة هاي يسمونه انبعاث محفز. انبعاث محفز راح يتحول الإلكترون صعد من مستوى الطاقة راح يتحول إلى فوتون. هذا الفوتون هو فوتون الليزر. هذا الفوتون فوتون الليزر. ففكرة الليزر أنه لازم عندي فوتونات ساقطة أنه أجيب ضوء أسلطه على مادة. هاي المادة هذا الفوتون الضوء سقط على المادة راح يتفاعل ويا ذرات المادة. فمن راح يتفاعل ويا الذرة راح تصير مثارة للمادة، تصير غير مستقرة. فالفوتون الذرة المثارة داخل الإلكترونات، الإلكترونات راح تعاني انتقالات مستويات الطاقة. فما راح تعاني انتقالات أنه تصعد مستوى طاقة ثالث، بعد ما تنزل مستوى طاقة ثاني يسمونه انبعاث تلقائي. لو ما تنزل مستوى طاقة ثاني إلى مستوى الطاقة الأخير تبعث هذا الإلكترون تبعث فوتونات جديدة. الفوتونات الجديدة هي ضوء الليزر، معناها أنه من فوتونات ساقطة والذي فوتونات ليزر. فالفوتونات الساقطة طلاب راح أسقطها اللي هي تعتبر الضوء، راح أسقطها على المادة. يقول طاقة هاي الفوتونات الساقطة تساوي بالضبط طاقة الذرة المثارة، طاقة الذرة المثارة التي المثارة التي يجب أن تقذف إلكترونات لكي تقع إذا وقعت إلى مستوى طاقة أوطى. إنه معنى كلام شنو كلام؟ لما راح أسقط الفوتونات هاي، طاقة هاي الفوتونات هي نفسها طاقة الذرة المثارة. راح أسوي طاقة الذرة المثارة، لما راح تنثار الذرة لما تسقط هاي الفوتونات، فلما راح تنثار راح تنطيني فوتون جديد هذه الذرة. فطاقة هذا الفوتون الجديد هي نفس طاقة الفوتونات اللي سقطت أول مرة. فهذا الفوتون الساقط يحفز، الفوتون الساقط راح يحفز من طلاب الذرة راح يقع عليها، راح يسمونها الذرة المثارة. ثم راح يحفز شيء معناه أنه كسبها طاقة، صارت غير مستقرة. فحتى تقع إلى مستوى طاقة أدنى والفوتون المخذوف راح تقذف الذرة هاي من صارت مثلا راح تقذف فوتون هو الفوتون الليزر. فوتون الليزر الفوتون المخذوف معناه فوتون الليزر بواسطة الذرة يكون مساوي انفيس بالطوع مع الفوتون الساقط الذي أثاره لكي يعمل الانتقال. شنو معناه طلاب؟ معناه انه الفوتون الساقط هو نفسه يساوي طاقته، يساوي لنفسه طاقة الفوتون راح ينبعث وفي نفس الطور، يعني في نفس الطور. هات اللعب هنا عندها الفوتون سقط، الفوتون راح ينبعث يكون في نفس الطور الفوتون الساقط وفي نفس الطاقة.
ياك فكرة أينشتاين. هنا انسيدنت فوتون، الفوتون الساقط سقط أول مرة، والفوتون الذرة اللي تحفز، هاي ملاحظة مهمة يعني نفس اللي حكيناها، والفوتون الذرة الذي تحفز هي حفزات الفوتون الساقط. شو يمتلك معناه الفوتون الساقط والفوتون اللي انبعث من الذرة؟ يمتلك نفس التردد ونفس الاتجاه، نفس اتجاه التردد، هذا معناه انه نفس الطور ونفس التردد، هذا معناه انه متماسكات، انه اذا سقط فوتون طاقته 2 الكترون فولت فالفوتون راح يخرج لي اللي هو يسمونه المثار او المتحفز، طاقته راح تكون 2 الكترون فولت، معناه انه تردد نفس التردد ونفس الطور، نفس الطور معناه نفس الاتجاه، نفس الطور الفيس ونفس الفريكونسي، هاي معناها خلاها بشلون اول الليزر، هاي كيف فكرة الليزر اعتمادا على فرضية اينشتاين. بعدين كتبوها طلاب عمليا وقدروا يسوون او يصنعون انواع من الليزر. كاينز اوف ليزر، انواع الليزر طلاب، عندي البلس النبضي الكونتينيوس المستمر، اما يعطيك نبضة مستمرة طلاب أو نبضة متقطعة. الليزر نوعين عند الطلاب، أما بلس نبضي يعني متقطع أو continuous معناها يعطيك نبضة مستمرة. البلس بيه ثلاث أنواع طلاب، أما الروبي ليزر اللي هو يسمونه ليزر الياقوت، الطول الموجي مالته 694 نانو متر. النوع الثاني من البلس السيمي كوندكتر اللي هو يسمونه ليزر أشباه الموصلات، إنه يصنعون الليزر من مادة شبه موصلة، الطول الموجي مالته طلاب يكون اللون مالته متغير حيث يعتمد طول الموجي مالته طلاب على أبلايد كيورنت على التيار المسلط، إنه جلط التيار طلاب فراح يتغير طول الموجي مالته، طول الموجي معناه اللون مالته راح يتغير، إذا سلطت التيار قليل راح يطلع لون أحمر، تيار أكبر راح يطلع لون أخضر، تيار اكبر مثل لون ازرق وهكذا، فيصنعونه من ماده سيمي كوندكتر اللي يشبه موصل. النوع الثالث الجلاس ليزر اللي هو الليزر الزجاجي يسمونه. الكونتينيوس ويف ليزر النوع الثاني اللي هو يعطيك نبضات مستمره، هذا الطلاب دائما يتكون من غاز، من غاز يملؤون الانبوب هو الليزر يملؤونها دائما بغاز اللي هي معناها غاز. بعد نوعين طلاب اخذوا تجربة الليزر اللي هو النيون هيليوم، موجود عندنا بالمختبر نيون هيليوم اللي هو ليزر الهيليوم نيون، بداخل طلاب غاز الهيليوم وغاز النيون هي غازات نبيلة، داخل الأنبوبة والليزر موجود عندي غاز الهيليوم وغاز النيون، طول الموجة مالت طلاب 632 نانومتر. النوع الثاني هم داخل غاز الأرجون، طول الموجة مالته من 488 إلى 514 نانومتر. فهي كم من كاينز أوف ليزر. راح ناخذ مثال نشرح به ليزر اللي هو ليزر الروبي الياقوت. ليزر الياقوت طلاب مو معناه إنه داخله ياقوت تمام، بس هو بسبب لونه الأحمر يشبه الياقوت سموه ليزر الياقوت. اكتشف العالم طلاب مايمان بال 1960. طبعا الليزر شو وقت افترضه؟ اينشتاين 1917. اما ليزر الروبي الياقوت بال 1960 صناعه العالم مايمان. هنا طلاب نتجه حزمه من بلوره الياقوت، من بلورة الياقوت، طبعا مو استخدم بلورة ياقوت اللي هو الياقوت الطبيعي، لا طلاب جاب رود طلاب من الألمنيوم أوكسيد كريستال، هذا طلاب رود تمام من الألمنيوم أوكسيد، طعمه طلاب بالكروم
طعمه بالكرة. بس عندي انه ليزر ياخذ 100 كم طلاب من رود من الالومنيوم اوكسايد او اوكسايد الالومنيوم بلورة الاوكسايد الالومنيوم. شنو طعامها طلاب بيمن؟ بالكروم. طعامها بمادة الكروم، بذرات الكروم. فالرود من يتكون طلاب اللي هو ليزر الياقوت روب كريستال من اوكسايد الالومنيوم بلورة الطلاب اوكسايد الالومنيوم، طعمها بذرات الكروم. فهذا طلاب عندي اوكسايد الالومنيوم وطعمها بذرات الكروم. ليزر طلاب حتى اول شنو احتاج طلاب؟ احتاج الى ماده اللي هي بها ذرات كمان. الماده شنو طلاب لازم بيها اسلط عليها؟ اسلط عليها ضوء، فلازم احتاج الى فلاش لامب، معناها مصدر ضوئي، مصدر ضوء حتى اسقط عليه من على هاي الماده. ففكره الليزر انه الضوء الاعتيادي اللي هي الفوتونات الاعتيادية، الضوء الاعتيادي راح تتحول الى فوتونات ليزر. فاحتاج الى فلاش لامب معناها ضوء اعتيادي، واحتاج الى ماده حتى تتفاعل الضوء يتفاعل ويا ذراتها. الماده يسمونها ميديوم اكتيف ماتريال، لازم بها وسط فعال. هذا الوسط الفعال بهاي الماده يعني جزء من الماده راح يتفاعل ويا هذا الضوء ويا الفلاش لامب. اول شيء احتاج ضوء طلاب، ثاني شيء احتاج الى اكتيف ماتريال ماده فعاله. الماده الفعاله طلاب احتاج وياها مراه، مراه تكون عاكسه للضوء من الجهتين، ناس تكون عاكسه كليا وجهه تكون عاكسه جزئيا حتى ينفذ من عندها الضوء. فائده المراه هنا يا طلاب، حتى الفوتون الليزر راح يتكون هنا راح ينعكس على المراه هذه ويظل يروح ويرجع يضرب بالمراتين. ما يضرب بالمراتين راح ينقسم الفوتون الواحد يصير 10 وهكذا الى ان يتضخم، انفلكشن يسمونها. فما راح يتضخم بعدها من هذه المرآة الثانية يكون عاكسة جزئيا فيها فتحة صغيرة راح يخرج ضوء الليزر. هاي كل فكرة الاكتيف ماتريال يعني نص الفعال راح استخدمه اللي هي ذرات الكروم، راح اطعم بها. انه هاي المادة طلاب الروت ما راح تفعل ويا الضوء كلها، يتفاعل جزء من عدها اللي هو ايونات الكروم. فالاكتيف ماتريال يعني الوسط راح يفعل الميديوم يسمونه اللي هو الايونات الكروم. اللون مال الليزر طلاب لون الروك كريستال، لون البلوره الروك هاي الروك يعتمد عليه من ذرات الكروم. ذرات الكروم اللي هي الطلاب احمر راح يخرج لون احمر. نهايه الروك هاي النهايه تكون كومبليتلي كفرد، مغطاة تماما السيلفر. هذا الطلاب مرأة حتى يسوون مرأة بطعمها بالرصاص حتى ما يخرج. النهاية الثانية طلاب تكون باكيو، تكون طعم جزئيا في ملف الرصاص. 90% تكون مرأة و 3% تعبر الضوء، تعبر الفوتونات اللي هي تزم. شو الفائدة؟ تسمح للضوء انه يهرب او يخرج. برايت فلاش، هذا الفلاش اللي هو معناه الضوء، راح يسبب انه الالكترونات الكروم اتومز افورد تو جين انرجي حتى تحصل طاقة، which is related inside the road of red light. شو معناه الضوء؟ انه هنا الضوء مالتي الوايت راح يسبب انه هاي المادة كروس الالكترونات مالتها هي الالكترونات، راح من راح تجي الفوتونات راح تتفاعل ويا الالكترونات راح تتفاعل راح تنتقل لمستوى طاقة اعلى انه بتنزل ما راح تنزل تطلع فوتون، فوتون هو الليزر. الفوتون راح يضرب هاي المرات ويرجع يضرب هاي المرات وهكذا لحد ما يضخم، يعني الواحد يصير 10 الى 10 يصير 100 وهكذا زاد الفوتونات. زاد الفوتونات طلاب راح يخرج من هذه الجهه هذا الشعاع الليزر. The red light is reflected، هذا الشعاع الليزر راح ينعكس راجعا واكثر، يعني يروح يرجع بين من؟ بين المرأتين.
اللي هو المراتين فينا هاي تقعد. The light causes chrome atoms to release more light. معناه انه الضوء راح يسبب او راح انه يخلي الضوء راح انه اللايت ينتج من ذرات الكروم يعني ضوء الليزر راح يعطيني انه ضوء اكثر معناه يعطيني ضوء ليزر اكثر. Intensity شدة الريد لايت الضوء الاحمر راح يخرج لي تزداد وتغادر نهاية المرآة الثانية الغير مغطاة 100% تكون باشية. ليزر بيم انه هنا لهنا طلاب كملنا شلون اولد ليزر لهنا كملنا شلون اولد ليزر طلاب بسرعة عامة انه الفوتونات هذه الضوء راح يسقط على هاي المادة. هذه المادة بها الكروم، الكروم شنو بي ذرات، الذرات شنو داخلها الكترونات، تتفاعل راح الفوتونات ويا الالكترون، الالكترونات ما راح تتفاعل راح تصير غير مستقرة، راح تصعد مستوى الطاقة، بعدها تنزل راح تنزل تبعث لي فوتون جديد اللي هو الليزر. الفوتون اللي يضرب هاي المرات يعني يروح يرجع ضخ يعني راح يصير 10 فوتونات 20 وهكذا، بعدها راح يكون هذه المرآة تظهر على كل بولج. هذا الكلام كله لما شلون راح يتولد ليزر الروبي. الضوء الليزر طلاب يبقى نارو over long distance and can focus in spots only few micron diameter. الليزر طلاب يبقى ضيق ما يشتت المسافات بعيدة. مميزات الضوء الليزر طلاب ما يعاني حيود ما يعاني تشتت استطارة reflection. الضوء الليزر الميزة دي مهمة هو يبقى ضيق شعاع ما سيبقى مستوى واحد لا. يبقى في مستوى واحد لمسافات بعيدة. ممكن الرجل على فوكسد على أي بقعة معينة لفيو مايكرونات أو المسافة جدا صغيرة بأي مكان طلاب أي بقعة عندي ممكن أوجه عليها ضوء الليزر لمسافات بعيدة وتبقى هذه ما تشتت تبقى ضيقة لمسافات بعيدة. انه مميزات الليزر انه ما يعاني استطارة انه الضوء مالته ما يشتت. الضوء المرئي هسه الموجود عندنا بالغرفة بأي مكان من الحي راح ينتشر كل المكان يعاني استطارة تشعش عشوائي. اما الليزر طلاب مسار مستقيم ولا يحيد عن مساره فلا يعاني استطارة اللي هي عشوائية. كل طاقة الليزر طلاب تتركز كونستركتد مسافات قليلة مساحة جدا صغيرة. فاش يسمونها طلاب الباور دنسيتي انرجي يعني الباور بير يونت اريا يسمونها كثافة الطاقة. فاش يسمونها طلاب الطاقة الوحدة في المساحة. لما راح تسلط على مساحة صغيرة جدا فاذا سلط على هاي المساحة راح الطاقة مالتها تكون جدا كبيرة من تأثيرها جدا كبير على هذه الطاقة على هذه المساحة. إذا كملنا طلاب الليزر شلون أولده أخذنا نوع من أنواع الليزر بعد راح أخذ ليزر إنديشن فائدة الليزر الآن عرفنا شلون نولده شنو أنواعه شلون فكرة توليده. الآن راح نأخذ ليزر إنديشن الليزر فطر بالمديشن طلاب ليزر تعملونه حتى يوصل لي طاقة للأكسجين حتى استخدمه انه يوصل لي deliver energy to tissue. فائدة الليزر انه اوصل الطاقة الى الأكسجين. الليزر راح استخدمه طلاب انه طول الموج مالته الليزر wave length يستعمل should be strongly absorbed by tissue انه ما راح يوصل الأكسجين طلاب راح يمتص بالنسيج. اذا امتص بالنسيج ممكن اسخن النسيج بي طلاب ما انه راح يوصل النسيج فنقلت الطاقه مالتي وصلت الى النسيج. شورت ويف اذا وصلت النسيج راح استخدمها بعده استخدامات ممكن اسخن ممكن احطم بها هاي الطاقه من بعد وصلت النسيج وممكن احطم النسيج بها اقدر ممكن اسخن النسيج ممكن ازيل اشياء النسيج ما اريده
او اقص اشياء من النسيج، لان هو تكون طاقته عاليه حسب الطاقه راح استخدمها. فالشورت ويف طول الموج راح استخدمه طلاب من 400 الى 600 نانو متر بالليزر. اذا استخدمت هذا طول الموج طلاب قصير فراح يمتص اكثر، فانا احتاج انه يمتص اكثر. فهمت؟ كل ما قل طول الموج بالليزر راح بالتشو راح يمتص اكثر. فهنا معناه انه طول الموج القصير راح يمتص افضل مقارنه باللونج ويف اللي هو 700 نانو متر. اذا استخدم ال 700 فمعناه انه راح يكون امتصاص قليل. هذا كيان الطلاب بين نسبة الامتصاص ونسبة الانعكاس. أنا ما أحتاج إنه ينعكس لي الليزر، أحتاج إنه يمتص. إذا امتص معناها إنه ولد الحرارة ممكن أستخدمها بالطب أو ممكن أقص به. فهنا طلاب شوف هنا طول موجي وهنا امتصاص. الامتصاص هنا 20 40 بالعكس 60 80 هذا طول موجي. هسه بال 700 لو نشوف الامتصاص 20، كل ما جاي أروح مثل لل 600 شوف هنا الامتصاص يقابل 50 معناها الذات. هنا بال 400 بال 500 عفوا يا قابلة 70 بالامتصاص، معناها انه الفكره كل ما قل طول الموجي زاد الامتصاص بالنسيج. الملاحظه الثانيه عندنا يا طلاب انه طاقه الليزر دايركت تو هيومن تشو راح توصل مباشرة إلى نسيج الإنسان. لا وصلت لنسيج الإنسان طلاب مباشرة راح توصل، لأن قلنا طاقة عالية فيخترق ويوصل النسيج. شو راح يسوي الطلاب؟ رابد رايز إن تمبرشر، إنه راح يسبب ارتفاع سريع درجة الحرارة. بسبب الطاقة العالية إنه لا وصل للنسيج راح يسبب ارتفاع عالي في درجة الحرارة. لا سبب ارتفاع عالي طلاب ممكن أسخن النسيج، ممكن احطم النسيج كان دستروي تشو، ممكن احطم النسيج. لذلك ممكن استخدمه بالعمليات طلاب حتى احطم بانسجه. لذلك نستخدم احنا طلاب الليزر او يسمونه الليزر عمليه الليزر بالعيون، يستخدمون الليزر حتى يحطمون جزء من القرنيه. قصر النظر طلاب يصير بالعيون، فكره انه القرنيه تظهر قرنية العين هي أول زي من العين، قرنية التميز ما فيها دم خالية من الدم، فإذا ضخم وقت راح يصير قصر بالنظر عند الإنسان. هذا الطلاب بالليزر يقصون جزء من القرنية، استخدام طاقة الليزر يقصون جزء قليل من القرنية، فراح ترجع القرنية شكلها طبيعي، يرجع الإنسان يشوفها طبيعي. فارتفاع درجة الحرارة طاقة الليزر ممكن إنه إذا وصل الليزر إلى التشو ممكن راح يسبب زياده في درجه الحراره، ممكن استخدمه حتى استرول التشو حتى احطم النسيج. كميه الدامج كميه الضرر راح تصير بالتشو تعتمد عليه الطلاب على التايم، على وقت التعرض لل او مده التعرض راح يتعرض لها النسيج. Depend on the time tissue exposed to increase damage. يعتمد على التايم الزمن اللي تعرض له سبوست النسيج اللي راح يزيد درجه الحراره. انه اذا النسيج يتعرض الى طاقه عاليه ولفتره طويله من الزمن راح يزيد درجه الحراره وراح يتلف النسيج. فكل ما كان الطلاب وقت التعرض او زمن التعرض بالليزر قليل كل ما كان التحطم الخلايا يكون قليل، فالأفضل إنه التايم يكون قليل. هنا فوائد الليزر طلاب بصورة ملخصة مهمة هاي النقاط. بالطب ممكن أستخدم الليزر طلاب بالسيرجري بالجراحة حتى أزيل الـ of the eye tumors، أزيل الأورام العين. ممكن اقص اورام العين اللي هي قلنا عمليه القرنيه انه بسبب تورم القرنيه تضخمها ممكن اقص او اقص اورام العين. فممكن استخدم الليزر حتى بعمليه يسمونها الليزك انه اقص الاورام الموجوده بالعين. ممكن استعمل يا طلاب بلاد لس نايف سيرجري، ممكن بالجراحه طلاب استخدمه يسمونه سكين
سكين غير دموية، ممكن ما أستخدم السكين والمسرح، ممكن أستخدم الليزر حتى أقص به، فيكون نزف قليل أو دم قليل، من blood less knife. ممكن طلاب أستخدم الفوتو كوغليشن اللي يسمونها إصلاح الرتينة، طلاب رتينة الشبكية بالعين تعاني انفصال أو ثقوب، ممكن أصلح هاي الثقوب طلاب الهولز ثقوب والرتينا تيرز هي دموع الشبكية اللي هي انفصال الشبكية، إنه يعني الشبكية تنفصل طلاب أو تعاني ثقوب نهاية إحنا الشبكية تكون نهاية العين، فالشبكية راح تعاني انفصال إنه تنفصل عن الغشاء المشيمي للعين. فإذا أنا ممكن أرجعها أو إذا أثرت بها ثقوب ممكن عن طريق الليزر إنه أسد هاي الثقوب. كذلك ممكن أعالج diabetics إيثوغرافي اللي هي المضاعفات مرضى السكري، ممكن أعالجها. مرضى السكري طلاب يعانون من مضاعفات خاصة بالعين، ممكن أستطيع أن أعالجها عن طريق الليزر. خامسا الميديكال ريسيرش تقنية الهولوغرافي. الهولوغرافي طلاب انه تعطيك يسمونها سبيشال 3 دايمنشن ايميجنج اللي هي تقنية ثلاثي الابعاد. الهولوغرافي انه يعطيك صورة ثلاثية الابعاد على شكل تقنية، يعني اشبه بال انه مثل اذا تاخذ سونار طلاب سلام بالعمليات لا تاخذ اللي يسوون القلب، تمام؟ طبيب المختص يسوي عملية ممكن انه يروح يشوف السونار ويرجع يشوف القلب. فاكو تقنية اسمها هولوغرافي. الهولوغرافي انه يعطيك شكل امامك مجسم، يظهر على شكل مجسم اشبه بافلام كرتون، يعطيك شكل القلب على شكل ثلاثي الابعاد، يظهر امامك على شكل ثلاثي الابعاد، يظهر لك القلب شلون يتحرك، يظهر لك القلب الشرايين الممدودة به على شكل ثلاثي الابعاد، يظهر شكل امامك انه يخلون ليزر جوا طلاب. فالليزر هذا يوضح لك، يعطيك الايكو، يعطيك السونار كلها على شكل مجسم يظهر امامك، تصوير ظاهر امامك، يعطيك اياه. يسمونها هاي التقنيه الهولوغرافي، تستخدم دائما بالعمليات تقنيه الهولوغرافي. نمبر 6 اذا تقدرون تضيفونها براحتكم، اللي هي ممكن استخدم الليزر حتى بالتجميل. بالتجميل ممكن الليزر استخدم الوجه، كذلك شفط الدهون الوجه، سحب الوجه، كذلك تبييض الاسنان سامتوليود، وكذلك اصلاح الاسنان عن طريق الليزر. الان كملنا الليزر، خلينا ناخذ الان الفيزيبل لايت، الضوء المرئي اللي الضوء اللي نشوفه يسمونه الضوء المرئي، تكون طاقته قليله او متوسطه. في استخدامات الطلاب بالميديسين، نمبر 1 كيرفيت سيرفيس، الأسطح المنحنية. استخدمه وين؟ بالأسطح المنحنية. الأسطح المنحنية مثل عندي لينس اللي هي العدسات المنحنية، العدسات المنحنية اللي هي الكونفكس الكونكيف والسلندر، المحدبة والمقعرة والأسطوانية، استخدم بها طلاب الضوء. فأول استخدام بالضوء المرئي انه انا استخدمه والعدسات، استخدم الضوء العدسات المقعرة والمحدبة والاسطوانية. الكيرف ميرورز المرايا المنحنية، المرايا المنحنية مثل عندي الاوبوثالموسكوبو اللي هو يسمونه ناظور، ناظور يستخدمه الطلاب حتى يشوفون به العين، ناظر يستخدمون به العين، يستخدمون وياه ضوء، فالضوء سيستخدم وياه من ناظور العين. الاوثوسكوب ناظور يستخدمه الطبيب حتى يشوف الاذن، ناظور احتياطي يخلي فتحة الاذن داخل الضوء، فمعناها انه استخدمت الضوء وياه من ناظور الاذن. فناظور الاذن شنو داخل الطلاب؟ داخله ضوء وداخله مرايا، داخله مرايا، وما راح يسقط الضوء داخل الاذن، راح ينعكس في المرايا راح الظهر. بس الضوء المرئي يستخدم بالمرايا المنحنية اللي هي ناظور العين وناظور الأذن، ويستخدم مي العدسات بالمجاهر
اللي هي العدسات المنحنية، العدسات المقعرة والمحدبة والأسطوانة. نمبر 2 الاندوسكوب النوافذ. ناظر طلاب نستعمله حتى نشوف الانترنال بودي كافيتيز، حتى نرى التجاويف الداخلية للجسم. تجويف الجسم شلون اشوفه طلاب؟ عن طريق الناظر. ناظر هو عبارة عن انبوبة بداخلها طلاب البداية عدسة يستخدمون او مرايا وداخلها ضوء، فراح يعكس الضوء، انت راح تشوف الضوء الصورة الجوا. مرات يستخدمون بالناظر طلاب متحسس، يتحسس مثلا عندي ضغط المثانة او ممكن عن طريق الناظر هذا ممكن اسوي عملية طلاب. هسه الان العمليات اغلبها تتجه عن طريق الناظر. ناظر ممكن ازيد الحصى بالمرارة عن طريق الناظر، الحصى بالكلى ممكن عن طريق الناظر. الناظر شنو استخدم داخل الطلاب؟ استخدم اما مرايا خلي داخله، او استخدم هو دائما مرايا او عدسات، وممكن اخلي وياه الضوء حتى اشوف شنو الاجزاء الداخليه الموجوده بالجسم. ممكن اخلي متحسسات قيس الضغط، متحسسات او اشياء تسحب لي الحصى او اي شيء اقدر اسويه من عند العمليه. فسنسو سكوب هذا ناظر طلاب يفحصون به البلادر به مثانة. البركتوس سكوب هذا ركتا المستقيم، فتحة المستقيم هذا الناظر طلاب يشوفون عنه. البرونو سكوب اللانس هذا ناظر طلاب يفحصون به الرأي أو يشوفون عن الرأي. الجاستروسكوب نوع من انواع الناظر الطلاب، نواظر عندها متعدد الطلاب، كل واحد له نوع. العين لها نوع والاذن لها نوع والبلادر والمستقيم والرائدين والجي اي تي اللي هو يسمونه الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي هي المعدة والامعاء الناظر اللي يسمونه جاستروسكوب. الاندوسكوب نواظر الطلاب تعتمد على قاعده معينه بيش الاون قاعده شو تقول الطلاب انه يسمونها قاعده الفوتال انفيرنال ريفلكشن هو قاعده الانعكاس الداخلي الكلي. يصير انعكاس داخلي جوا الطلاب، هذا انعكاس من عكس الضوء حتى تشوف. تعتمد الاندوسكوب على التوتال انفيرنال ريفلكشن رول هي قاعدة الانعكاس الداخلي الكلي. شو تقول هذا على الطلاب؟ عندما الانجل اوف عندما زاوية السقوط للضوء تكون اكبر مع مقارنة بالزاوية الحرجة، حيث ان الزاوية الحرجة راح شو تساوي لي؟ تساوي لي زاوية السقوط. فشنو راح تكون الرؤية؟ انه راح تشوف. فهذا يعني بان الرفراكتيف انجل 90 درجة، فانا من زاوية الانكسار راح تساوي لي 90. من الطلاب من راح يسقط الضوء؟ تمام؟ فزاوية السقوط راح يسقط بها الضوء راح تساوي الزاوية الحرجة. إذا الزاوية الحرجة عفوا زاوية السقوط راح تكون أكبر من الزاوية الحرجة. إذا أكبر راح بعدين يتساوون. إذا تساوون الطلاب معناها إنه الانكسار صار عندي درجة 90، فممكن أشوف الأجزاء الداخلية داخل الجسم. القاعدة هي يسمونها قاعدة الانعكاس الكلي. شو تنص إنه زاوية السقوط تكون أكبر من الزاوية الحرجة. الجلاس فايبر رجديت اندوسكوب والفليكسبل اندوسكوب. هنا عند الطلاب الياف الزجاجية يسمونه الناظور صليد رجديت معناها صليد في أقوى من الصليد. النوع الثاني فليكسبل يسمونه المرن اندوسكوب الناظور المرن اللي هو بلاستيك فايبر. هنا الطلاب يستخدمون الأنبوبة ما تكون بلاستيك طلاب هاي يدخلونها داخل الجسم. هنا النوع يستخدمون زجاج هذا يكون صليب. فالمميزات هم طلاب ناظور الصليب اللي يستخدمون به زجاج يعطيك صورة واضحة جدا طلاب. شو السبب؟ بسبب شفافية يعطيك كلير ايميج. الآن متوفر طلاب عندنا اللي هو الفايبر بلاستيك فليكسبل المرن اللي هو انه يتكون من بلاستيك احنا نسميه صنده، صنده تكون بلاستيك هنا صنده زجاجيه. فالصوره مالت الطلاب تكون لو كواليتي
كسورته غير واضحة أو دقتها مو جيدة عادية طبيعية، بس هناك بالجلاس تكون كليان جدا واضحة. بس هاي المميزة الأولى، هاي المميزة الثانية. مميزة العيب الثاني، العيب الأول طلاب بالجلاس فايبر إنه سكيور، يكون صعب to paint and easily broken. إنه الجلاس شيء يكون طلاب صعب الانحناء، ما ممكن نحنيه لأن هو زجاج وممكن أن broken، ممكن أن يتكسر، فهي تعتبر سلبية للجلاس فايبر. إيجابيته إنه صورته واضحة لكن ما ممكن إنه نحني، ما ممكن وكذلك ممكن يتكسر. البلاستيك طلاب، البلاستيك يكون ممكن إنه أحنيه بصورة سهلة داخل الجسم، تمام، حتى ممكن أن أصل للنارو لوكيشن حتى المناطق البعيدة. كذلك شنو طلاب؟ إنه not easily broken، ما ممكن إنه يتكسر لأنه هو بلاستيك، فتعتبر إيجابية للبلاستيك فايبر. وسلبيته إنه صورته واضحة جدا لكن إيجابيته إنه ما ممكن يتكسر، وكذلك ممكن أن نحنيه ونوصل لأي منطقة داخل الجسم. الأندوسكوب طلاب شيء يجهزونه، يجهزونه فلاتر، فلتر. فلتر شنو طلاب؟ حتى يمتص الآي آر. إحنا قلنا الضوء شنو بي؟ بضوء المرئي هذا نشوف إحنا، وبي آي آر. الآي آر هي تعطينا الحرارة نحسها من الضوء. بالناظر طلاب بالإندوسكوب يخلون فلتر. الفلتر هذا شو يسوي؟ يمتص أشعة الآي آر حتى ما تسخن الأجزاء داخلية الجسم. أنا قلت إنه فقط أرى الأجسام أجزاء داخلية الجسم، ما حاجة أسخنها، فقط رؤية. فلذلك يستخدمون فلتر حتى يمتص أشعة الآي آر. فمينيمايز تشو هيتنج حتى ما يسخن لي النسيج. في شنو معناها؟ يسمون هاي التقنية إذا خلوا بيها فلتر يسمونها كولد لايت اندوسكوب، اللي هي الضوء البارد او الضوء الخالي من الاي ار. نمبر 3 فائده الفيزبل لايت الضوء المرئي. نمبر 3 ترانس انيميشن يسمونها استضاءه ضوئيه. الاستضاءه الضوئيه شنو معناها طلاب؟ انه اسلط الضوء فراح الضوء ينفذ من الجسم فممكن اعرف شنو موجود داخل الجسم. اللي هو نشوفها طلاب اذا سمت اسلط الضوء على سطحي، تمام، فراح ينفذ الضوء من جهه ثانيه على شكل احمر، يجي تظهر حمراء، معناها شنو وجود جوا؟ دم، معناها الضوء امتص الجسم فظهر لي على شكل لون احمر. لو موجود سوائل طلاب ما راح يظهر لون احمر، ما راح يظهر لون احمر. فهاي وين يسمونها طلاب؟ بالبريست. البريست يصدون الضوء، فمرة اذا موجود اذا ما موجود به سوائل فراح يخرج لون احمر، اذا موجود سوائل راح يظهر غير لون. كذلك وين يسمونها طلاب؟ يسمونها استضاءة الضوء. يسمونها بالجنين. الجنين اول ما يجي انه ما عنده شعر راح يسطون ضوء على راسه، الراس مالته، فاذا خرج احمر من الجهه الثانيه معناها انه ماكو سوائل داخل الراس مالته. اذا ظهر معناها موجوده سوائل داخله، فاذا موجوده سوائل داخل الراس معناها مرض الهايدروسيفالز اللي هو استسقاء الراس. فهي التقنيه نفاق الضوء داخل انسجه الجسم، هي فكره الضوء. شيء يسمونه بي ديتكشن، خمس امراض طلاب. الهايدروسيفالز يسمونها ووتر هيد ان ادفانس، يسمونها مرض ماء الراس بالجنين. المرض الثاني فاكسد لانك اللي يسمونها التهاب الرئة او سقوط الرئة بالانفانس بالجنين طلاب. المواجد بعض عندهم تكون رئة منهارة مالته حتى يعرفون انه بيها خلل او ما بيها خلل، فحيسلطون ضوء عليها. اذا خرجت ضوء طبيعي يعني لونه احمر جهة ثانية معناها انه ما صار، لا خرج غير لون معناها انه موجودة سوائل داخل الرئة، انه يعاني من مرض فلاكسد لانج اللي هي انهيار الرئة ويسمونه نيومو ثوراكس. نمبر 3 ساينسس اللي هي الجيوب الأنفية. ممكن البريست أشوف إذا موجودة غدد بالجامس باللثة، ممكن أصلك إذا موجودة بها بالثيسس، ممكن
إذا بيها خلل. الفوتوثيرابي العلاج الضوئي، ممكن طلاب أعالج بالضوء الإنفانس جنين اللي عالي اللي يعاني يرقان، الإنفانس يعانون يرقان يرقان وبصفر، لأنهم وبصفر طلاب وين يخلونهم؟ يخلونهم يسلطون عليهم الضوء حتى اكسبوست يتعرضون للضوء المرئي اكسبوست تو فيزيبل. المرضى طلاب انفانس بريمونشر ريكفر فروم الجنين يعانون من مرض اليرقان، اليرقان معناه اصفار اللي هو التهاب الكبد. فشنو عاجل الطلاب لانه عرضوا لهم البازلوك لايت؟ شو اسمها الطريقه؟ فوتو ثيرابي العلاج الضوئي، ممكن عن طريق الضوء اعالج مرضى اليرقان، اليرقان معناه اصفار. المايكروسكوبي المجهر، المجهر عندنا نوع من انواع المجاهر هو يسمونه المجهر الضوئي، استخدم الضوء المرئي بالمجهر. طبعا المجهر طلاب يقيس للاجسام حد المايكرو الى حد المايكرو. احنا عندنا طلاب الاجسام كبيره اللي هي فوق الصفر، اقل من الصفر اللي هي بالسالب اذا 10 اس سالب 3 بالملي يسمونها، والاقل من الطلاب 10 اس سالب 6 يسمونها بالمايكرو هي صغيرة جدا. أكبر من 10 أس سالب 6 ما ممكن أقيسه بالمجهر الضوئي، اللي هي مثل 10 أس سالب 9 هذا ما ممكن أشوفه، اللي هي الفيروسات ما ممكن أشوفه بالمجهر الضوئي. أكو مجهر ثاني طلاب ما يستخدمون به الضوء، يسمونه المجهر الإلكتروني SEM. SEM يقيس للأجسام من فوق المايكرو من 10 أس سالب 9 10 أس سالب 12 فما فوق. الأجسام بالنانو يسمون 10 سالب 9 يقيسونها، ما يقيسونها بالمجهر الضوئي، يقيسونها بالمجهر الالكتروني اس اي ام مثل الفيروسات، الفيروسات ما تقاس بالمجهر الضوئي. بالمجهر الضوئي طبعا يقيسون بس البكتيريا اللي هي تكون بالمايكرو 10 سالب 6. المايكروسكوبي سمولست اوبجكت اجسام صغيره ممكن ان نراها اللي هي قيمتها 1 مايكرومتر، القطر هذا المثال في 1 مايكرومتر. الطول الموج راح استخدم الفيزبل لايت اللي هو من 0.4 الى 0.7 مايكرومتر لايت مايكروسكوب. الطول الموج راح استخدم من 0.4 الى 0.7. الاجسام راح اشوفها طلاب اللي هي تقريبا من 1 مايكرومتر، اما الاعلى من 1 مايكرو ما ممكن اشوفها بالمجهر الضوئي استخدم به الضوء. فانا حد المجهر الضوئي بالمايكرو اللي هو حد اشوف بس البكتيريا، الفيروسات حجمها اصغر من البكتيريا ممكن اشوف. لكن راح استخدم نشر ثاني هو نشر الـ SEM نشر الالكتروني يكبر لك طلاب مليون مره الجسم. فهنا القطر هاي من 5 الى 50 اهم شيء شنو طلاب مايكرو، ممكن اي شيء بالمايكرو اشوفه بالنشر. فهنا طلاب فائده الضوء المرئي بالطب وين استخدمه؟ الأسطح المنحنية اللي هي العدسات والمرايا، بالنواظر نمبر 3 بالاستضاءة الضوئية، نمبر 4 بالعلاج الضوئي، وخامسا بالمجهر الضوئي استخدم الضوء. الآن كملنا طلاب الضوء شو راح أشياء الفيزيائية والخصائص مالته، بعدها أخذنا أول شيء من أنواع الضوء اللي هو الليزر، شرحنا أنواعه من يتكون، بعدها شرحنا الضوء المرئي شنو فايدته بالطب. الان ناتي الى اخر شيء بالضوء اللي هو اليوفي والعراق. اليوفي والعراق، اليوفي معناها الترا فايلوت، معناها الاشعه فوق البنفسجيه والاقل من اجهزه اللي تحت الضوء المرئي يسمونها الاي ار انفراريد. شو الفائده من الضوء؟ احنا قلنا اليوفي تكون طاقتها اعلى من الفيزبل فوتون اعلى من الضوء المرئي، والاي ار تكون طاقتها اقل من الضوء المرئي. شو معناها طلاب؟ معناها انه اليوفي تكون اعلى من الفيزبل، وجو الفيزبل من موجود لا حسب العلاقه هاي قلنا انه علاقه طرديه بين الطاقه وبين التردد، وعكسيه بين التردد
هل طول الموج حسب العالم هاي يرتفع المعادلة للعالم بلاك اليوم بطلع طول الموج اللي استخدمه اللي يفيدني من 400 من 100 عفوا الى 400 نانو. الفيزبل لايت الضوء اللي ما بدي اشوفه استخدم من 400 الى 700 نانو. الاي ار من 700 الى 10000 نانو متر. طيب اظهر هالموجي راح استخدمه فهمت فيه. اليو في طلاب طاقتها عاليه اما الفيزبل لايت تكون متوسطه والاي ار تكون طاقتها قليله. بس شو يكون اليو في تردتها العفو طول الموجي كبير صغير هنا متوسط وهنا كبير. فصير طاقتها عاليه اليو في استخدامها يكون اكثر فيزبل من اي ار. استخدام اليو في طلاب يكون افضل واكثر من الاي ار. ليش؟ بسبب طاقتها عاليه وطول موجها قصير. اليوم طلاب استخدمها طلاب احنا قلنا من 100 الى 400 احسن. اذا استخدمت يو بي 290 290 نانو متر ممكن كيو لاجيرنز ممكن يقتل لي جراثيم موجوده بالجسم. فذلك ينتج لي تفاعلات اكثر بالسكين مقارنه بالضوء الزرعي. فاليوم طلاب ممكن اقتل لي جراثيم وممكن ينتج لي تفاعلات اكثر بالجلد مقارنة بالفيزبل لايت. وين الطلاب بالتجميل والاسنان طلاب اليو في يستخدمونه حتى طبقة البلاك الموجودة بالاسنان هي الطبقة الجيرية السوداء عن طريق اليو في ممكن يدمرونها وتكون الجراثيم اللي بيها لان ميزة اليو في طاقته عالية فراح يدمر هاي الجراثيم. بس حتى ما تدمر الاسنان يخلون طبقة جيلاتينية حتى ما تتأثر الاسنان باليو في. فانه اليو في يكون افضل من الفيزبل لايت عن طاقته عاليه وافضل من الاي ار عن طاقته عاليه. اليو في احنا قلنا الشمس تنطينا اول مره نشوفها الحراره نحس بها هي اي ار وكذلك موجود بها يو في. اليو في طلاب تجينا من الشمس كان افكت الميلانين تؤثر على طبقه الميلانين الموجوده بالجسم بالجلد راح كوس التانينج ممكن تسبب لي الاسمرار. الاسمرار اللي يجينا او بسبب الشمس يصير جلدنا وسبب طبق الفوتونات اليو في الموجوده بضوء الشمس. فوتونات اليو في تاثر على طبقه الميلانين راح تؤدي الى اسمرار الجلد ثاني. سولار اليو في يسمونها الطاقه اليو في الشمسيه معناها انه جايتني الشمس. ميجر كيس كوست والسبب اساسي سكن كانسر اني هيومن انه سبب سرطان الجلد باليو في طلاب اللي تصيب الانسان سرطان الجلد بسبب اليو في بعيد من الاشعه الشمسيه. طبعا اليو في طلاب منو يبعدها عنه اللي تجي من الشمس طبقه الاوزون. طبقه الاوزون تمتص طبقه اليو في تجينا من الشمس فتعتبر فلتر طبقه الاوزون حتى تمتص اليو في لان اذا جتنا اليو في كذا من الشمس طلاب فراح تسبب استمرار جلدنا راح تسبب سرطان الجلد مالتنا جلد النساء فتعتبر فلتر. لذلك طبقه الاوزون طلاب تكون خفيفه باستراليا فراح تعبر انه اليو في كميات كبيره. لذلك اغلب عندهم سرطان الجلد باستراليا جدا عالي كذلك جلدهم يكون على قولتهم شيء يسمونه انه سبب تعرض اليو في راح يسبب تغييرات بالجلد. فاذا من ناحيه اليوم راح يمتص جسم الطلاب راح يتفاعل ويا دي ان اي للخلايا فاذا تفاعل راح يسوي طفرات فهي الطفرات راح تسبب كانسر. بسبب طاقتها العاليه راح ابزورب تمتص واخذ الدي ان اي داخل السيلز راح يسبب لي طفرات داخل الخلايا راح يسبب لي كانسر. اليوم ممكن كان نوت سين باي اي انه ما ممكن نشوفه بالعين. السبب طلع شنو؟ انه قبل لا يصل للرتينة الشبكية راح يمتص وما يوصل للشبكية. الشبكية تعتبر مركز البصر بالعين هي تتحسس الالوان وقبل لا يوصل للرتينة راح يوقف فما راح تحسسه الشبكية بسبب الطاقة العالية وطول موجي القصير.
سيرفر مهجمات القصير ما ممكن انه يوصل للشبكه. هذا العين طلاب، اجزاء العين، هاي اول جزء القرنيه طلاب، هاي القرنيه هي تكون مباشره امام الجزء الاسفل بالعين، هاي تكون قرنيه خاليه من الدم، جهز الشبكيه بالماء بالبروتينات وتحافظ على كرويه العين. هنا هذا الجزء طلاب، هذه القرنيه، هذا الجزء العدسات. بين العدسات والقرنيه السائل المائي، هذا سائل مائي، اذا زاد صار مرض اللاكوما. فهنا العدسات طلاب، هاي العدسات بالنهايه مالتها، هنا هاي العدسات بالعين، اكو هنا بالنهايه مالت العين الشبكي، فبين العدسات والشبكيه سائل زجاجي، هذا السائل الزجاجي هكذا فارغ طلاب، هاي الشبكيه هنا بالاخير. فهذا السائل الزجاجي يحافظ على كرويه العين. فهنا يجي الضوء من 100 قلنا الى 400، فهي اضواء موجيه مالت 280 300، لما يوصل للقرنيه راح يمتص جزء من العد. فما راح يفيد القرنيه باقي من عد 34% شعاع مال العيوب. يوصل الى السائل المائي، هاي عامل امتصاص. يوصل للعدسه، هاي العدسه طلاب، هاي العدسه اشوفوها الايرس، هاي اللينس العفو، هاي الايرس طلاب البؤر، هاي الفتحه من البؤر، شوفوا الايرس هاي الفتحه، بعد الفتحه هاي موجوده اللينس اللي هي العدسه. العدسات راح تصنعتين، وين راح يوصل للسائل الزجاجي؟ هذا السائل الزجاجي بالاخير الشبكي، من يوصل للسائل الزجاجي راح يوقف بنفس السائل الزجاجي، ما يوصل للعدسه بسبب قصر طوله، فما راح يوصل للشبكيه وما راح تتحسس. الاي ار يكون طول الموجة كبير بس طاقته قليلة، راح توصل للشبكية، توصل للشبكية راح توصل للشبكية بس ما راح انه تظهر، فما راح توصل للشبكية ما راح تأذي الغلاف، تكون ليست مؤذية لاين. كذلك انه ما راح تخترق داخل جسم الانسان، ليس في العين، راح تكون افضل من الفيزيبل لايت. شو نسوي الطلاب؟ انه راح تسخن الاجزاء العميقه كالترينت، راح تخترق اكثر الانسجه مقارنه بالفيزيبل لايت، كذلك مقارنه باليو في، لذلك تكون راح تكون انه قادره على هيت ديب تشو، راح تسخن الانسجه العميقه. الى الان طلاب انتهت محاضرتنا، كملنا الضوء المرئي.